من منا لم يستعمل كلمة مقعد أو عاجز أو معاق في تقاريرنا الإعلامية؟ مصطلحات اعتدنا نحن كإعلاميين أن نستخدمها من دون أن نعي مدى تأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة. مصطلحات نستعملها لوصف أشخاص فاعلين لديهم القدرة على السيطرة على حياتهم الخاصة، لا ينقصهم إلا مجتمع دامج. وفي هذا الإطار نظمت ورشة حوارية تفاعلية مع عدد من الإعلاميين للخروج بمسودة شراكة نحو إعلام دامج بدعوى من مشروع القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية. أما الهدف فلكسر الصورة النمطية للشخص المعوق في الإعلام. نتوقع أنه وسائل الإعلام تقدر تفعل دورة أكثر بالترويج لحقوق الأشخاص المعوقين ولا عملية الدمج يلي نحنا بنعتبرها شرعة الحقوق بلبنان. ولهيك نحنا كمان رح يبلش عنا العد العكسي، وهيدا موجه لكل حدا تم دعوته وما إجا من الرعاية ونزول. نحنا رح نرصد ورح نعلن ورح ناخد موقف لما رح نشوف إنه في إساءة لحقوقنا. الواقع اليوم هو إنه لبنان يلي وافق على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة بسنة 2006، وافقت عليها الحكومة اللبنانية بسنة 2007، وللأسف رفعت لمجلس النواب بموجب مشروع قانون، وكانت وقت الحكومة مختلف عليها ووصفت بأوصاف رح نحكي عنها بعد شوي بتتعلق بتنال من الأشخاص المعوقين، وصفت وقتها بالحكومة البتراء، شيء مؤسف، ولكن ما زالت الاتفاقية الدولية غير مصادق عليها. وعلى الرغم من مرور 15 عاما على إقرار القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هذا القانون لا يزال حبرا على ورق، لذلك تنظم كل هذه الورش لملاقات المعنيين في نصف الطريق على أمل أن تبصر كل الوعود النور وتترسخ ثقافة مجتمع دامج لكل مكوناته.